دلوقتي انا اكنك بتتخانق معايا يا بوب. انا مثلا في فايت اهو، يلا اكنك بتضرب معايا، حرك ايدك. انا دخلت على خصمه وقعته مثلا كده، وقعته قوم تاني اكنك بتضرب ضرب شارع. ايوه اهو، رحت دخلت مثلا كده وحطيت وقعته، وقعته مثلا هنا بالشكل ده. هعمل ايه؟ هعمل ارم بار. ركزوا معايا، وانت ماسك دراعه، ماسك دراعه بظهره، لازم ظهره يكون على بطنك كده اهو، ظهر دراعه. رجل الاثنين هدخل جواه بسرعة، شايفين على صدره بالشكل ده، على صدره كده تمام، وحاول احتك بيه، يكون جسم تايت، جسم مربوط بيه بقوة، واشد دراعه عليا، اشده عليا جامد. هرفع المثانة، هرفع المثانة بتاعتي كده، وهاخد دراعه عليا بالشكل ها ده، سوري تمام. هرفع فوق اهو، وشد دراعه جامد عليك، شد، ارفع فوق، ها نزل، سوري. تعيد تاني زي ما انت. يبقى انا بحط رجلي الاثنين، بمسك دراعه بشده بقوه. في ناس كتير بتسحب الدراع كده، بتنزل الدراع كده بس، ده غلط. لازم ارفع المثانه 1 2، واخد ايه الدراع كده عليها بقوه تمام. يلا تاني يا كوتش، اذا تحت نشرح تاني للناس. هات الدراع ده اهو يا شباب. 1، دخلت جوه اهو، رجلي هنا عند الرقبه وعند صدره، قرب جامد. لو دوست مش هحسب حاجه، لازم اطلع فوق، طلع صدري وشد كده دراع. بص اهو، ارفع اسحب. طب بموت ولا ايه يا ولد ابوي؟ تمام. دي تقنيه ارم بار. نيجي لتقنيه ثانيه. طبعا تقنيه ارم بار دي انت بتاخدها زي ما قلت لك لما بتوقع الخصم في فايت او حاجه، بتعملها بسرعه تمام. انا مثلا اكني في خناقه اهو، نلعب فايت، فدخلت بوم 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 بوم، دخلت اهو بوم، اعترف بوم.